عادة ماذا يوضع في غرفة النوم؟ السرير. نعم السرير. حلو، وهو أعلى احتمال، يعني أقوى احتمال. الآن أنت من حقك أن تقرر، بما أنه أنت كبست أول مرة، وأعلى احتمال. هل نجي وياكم بالسؤال لو تحول على عائلة العزاوي؟ لا، إن شاء الله نجرب نستهل بي إحنا. لا والله. أي والله. هلا روح أستاذ عصام وتفضل أستاذ حسين. يلا روحوا ببالكم. ست رنا شو تقولين؟ الكنتور اللي هو الدولاب، اللي هو خزانة الملابس. الكنتور. نعم. وأختي فاطمة؟ مراية. المرآة؟ المرآة. نعم. زين خلينا نشوف المرآة. خطأ. أكو شيء أهم أو أعم، أعتقد هالشيء. يعني مراية ممكن بالحمام. خلينا نشوف الأخت نور. تعلاقة الملابس. خلينا نشوف تعلاقة الملابس موجودة؟ خطأ. ما يعني مو كلهم يخلون، كنتور يخلون إلا ربما، مو صح؟ خلينا نشوف أكو أشياء أيضاً أكثر وضوحاً. نرجع هذا الخطأ الثاني، نرجع لأستاذ عصام، وأنتم من حقكم أن تتفقون شاوره، بس بهدوء رجاءً. وأستاذ عصام. ميز تواليت. طاولة بها مراية وبها الأشياء وبها مجرات. ميز تواليت. نعم شفتي، هذا اللي قلت مو مراية، ميز تواليت. ست رنا. كوميدي. ها؟ كوميدي اللي صار جنب السرير. الكوميدي اللي بصف السرير، ممكن خلينا نشوف، والله ما ادري يعني. كوميدي. خطأ ثالث، لأن الكوميدي جزء من السرير يجي. فما يعني سرير واحدة يجوز، اكو ناس يناموا، يعني اكو عندهم سرير واحدة، واكو ناس تاخذ كامل السرير، فلذلك يجي من ضمن السرير. ونشوف العزاوي. العزاوي أين؟ شو تقول؟ تيبل لامب. ها؟ تيبل لامب. أنا هم تيبل لامب. أستاذ حسين، يا أما تأخذ تيبل لامب، يا أما تعطيني جواب آخر وجواب يمك. يلا. لا ما أفق مرأي. تيبل لامب. لا والله. قررتوا. اتفقتوا. جواب نهائي. تيبل لامب. صح. مبروك لعائلة العزاوي 55 نقطة، وننتظر من عندكم أن تفكرون زيادة وتقررون. ركزوا، خلنا نشوف الاحتمالات الموجودة. 7 المروحة. لا يعني شلون أنام أنا بالحر إذا ما عندي مروحة؟ وبعد شيء آخر. 6 مكيف هواء، يعني السبلت ويا مروحة، مرة أنام على المكيف مرة أفتح المروحة. 5 التلفزيون. اليوم الآن الغرف النوم موجود، أنا عندي غرفة بيها تلفزيون. 2 دولاب الملابس.